تم اختيار فارت أولاً في إيفيلك. فريد: لقد أخبر إلغون أنه ليس لدي أي نية للزواج، ثم أحضر الزهور للفتاة وأسعدها. يقول: أنت أيضاً ستتقدم لامتحانات السيدة الفلاحة مثل أي شخص آخر. لقد أخطأت. يقول فريد: لا بأس، سأحترق وسأحترق طواعية. وينظر في عيني الفتاة. بعد ذلك يتركه إلغون ويهرب. فريد يطارده. يجد علاقاته مثيرة لأنه يستمتع دائماً، وابنته بالطبع. من هنا يستعير إسماعيل طبقاً ضخماً من إحدى نساء القرية. يطلب المساعدة من فريد لأنه لا يستطيع حملها بمفرده. فريد كسر القدر قائلاً إنه سقط من يدي لأنه لا يريد أن يطبخ السكان المحليون مع إلغون. فقط دوزغون يفهم سبب قيامه بذلك. الماس تطرد رشاد بإصرارها على أنها ستصنع بطة برتقالية للمهرجان. منذ أن كلف كوبتا جيلداً بمهمة إعداد 1000 طبق لافاش، يستمتع الاثنان بوقتهما في منزل ريشاد. تتبادر إلى ذهن دان فيكره مفادها أن كوبتاجل سوف يتعب في المهرجان ولن يتمكن من تحمل الوتيرة. يعدون شيئاً لتنشيط عقل أخيك ببعض الخلطات. أثناء محاولته إطعام كوبتاجل، يأكل دايموند ونرى مشاهد حيث يقفز باستمرار ويتسلق الأشجار ويقفز في الماء. كونت مهتم بإحدى الفتيات ويطرح أسئلة عنها. تتجمع الفتيات ويذهبن لغسل الملابس في الجدول. سمع فريد ذلك من أخيه، كما يذهب إلى هناك لرؤية إلغون. تم القبض عليه من قبل إيرول. يقوم إيرول بإبلاغ دوزغون بالموقف. أجرى محادثة مع والده إلغون بعنوان: أخشى أن يخدعك. يتحدثون إلى القابلة المحترمة حول زواج كوبتاجيل بإلغون. الزعيم غاضب لأن المرأة قامت بمطابقة إلغون مع المحلي. تتحدث القابلة مع امرأة المختار حول قضية كوبتاجيل وإلغون، ويقول: إذا كان كوبتاجيل راغباً، فسوف يتقدم للامتحان أيضاً. يقول دوزغون: ضع وزنك في هذا. هل سيكون ما تقوله أو ما يقوله؟ يدخل في ذهن القابلة: كيس إسماعيل غير سعيد لأنه لا يستطيع المشاركة في المباراة ولا يمكن مواجهته مع جولغون. كما أساءت المرأة إلى الزعيم. في هذه الأثناء تعود إحدى بنات دوزغون إلى المنزل وترى بيلينسو التي كانت تقيم في منزل إسماعيل تخرج من الحمام بمنشفة. يشرح لها أنها عاملة تنظيف مهاجرة. على الرغم من أن الفتاة عادة لا تصدق ذلك، إلا أنها تتظاهر بتصديق ذلك. أثناء العشاء يقول فريد لوالده: لا يمكننا العودة إلى أسطنبول، علينا أن نعيش هنا. هو يقول: إسماعيل من هنا. يقول: الإناء انكسر. عشاق محاسر وإسماعيل يرون بيلينسو ويبدأون القتال. لاز إسماعيل مكسور أيضاً لأنه كان يطارد البط طوال اليوم. يأتي فكري إلى إسماعيل ويستمع إلى قصصهم. وهم أبناء نساء خدعهن رجل قال إن أسمه إسماعيل في 3 أماكن مختلفة في البلاد مع وعد بالزواج. أخطأ الرجل في ذكر اسمه، لكنه أخبرهم جميعاً أنه قروي من صقلية. وكان هؤلاء الإخوة الثلاثة جميعهم إخوة. وعندما رأوا الفتيات ووجدوا إخوتهن، أقاموا في هذه القرية. علمنا لاحقاً أن والدهم كان السيد فكري. كان فريد هو الأول في أسطنبول في لعبة إيفي في المدرسة الثانوية. عندما سمع كوبتاجيل ذلك، أخبره أن يعلمني أيضاً. على الرغم من أن فريد يتصرف بحسن نية في البداية، إلا أنه عندما يسمع أن كوبتاجيل يتعلم الكتابة للفتيات، يضيف شخصيات باليه وتظهر رقصة مضحكة معقدة. عندها فقط رأوا فكري يبكي بشدة، ويتأثر الأطفال بهذا الوضع. فكر الرجل طوال الليل وأرسل الصباح إلى فريد. يقول: علينا أن نبقى هنا. سأبيع الحقول وأعطيك إياها، يمكنك بناء ما تريد. يخطط إسماعيل للكشف عن بيلينسو في نهاية المهرجان وفرية الفاسدة. اتصل به بيلينسو وصرح بشيء عن إسماعيل.
لقد وصل يوم المهرجان. خوجة أفندي يصالح دوزهون وفكري. عندما يعلم كونت بوجود فتاة في منزل إسماعيل، يخبر شقيقه. يشتبه كل من فريد وكونيت في بيلينسو. يبقي إسماعيل تحت المراقبة. بعد تناول الطعام، حان وقت اللعب. يبدأ الجميع، رجالاً ونساءً، بالعزف بمصاحبة الطبول والغليون. كوبتاجيل. إنه يجعل الجميع يضحكون من خلال القيام بالحركات التي علمه إياها فريد. عندما أصر إسماعيل من بورا على إليكغون أن يلعبوا معاً، قال فريد: دعونا نلعب معاً. دع القرويين يقررون من يلعب بشكل أفضل. في الواقع، يلعب فريد بشكل مثالي ويحتل المركز الأول. بعد ذلك يتصارعون، لأنه مصارع رئيسي مناسب. كانوا يتصارعون مع الشخص الذي جاء أولاً في لعبة إي فيليك. يصر كوبتاجيل على أنه سيتصارع مع رشاد. بالطبع كوبتاجيل يتفوق على ريشات. لا يستطيع دوزهون وفريتا التنافس. هل السيدة كوبتاجيل فلاحة؟ يتعرض فكري لأزمة عندما يرى أوراق الرهن تصل إلى منزله. بينما يحاول فريد وكونيت نقل والدهما إلى المستشفى، كاد أن يصطدم بإسماعيل ري الذي أحضر بنغوسو إلى القرية. يقول لبنغوسو: دعنا نذهب إلى إسطنبول، اتبعني. فريد يقول لبنغوسو: لا يمكنك العيش بدون إسطنبول، لن أعود، أنت ستعود. ثم يبتعد. يقيم كوبتاجيل حفلة كرات اللحم النيئة في دوزغون. الماس. إنه ليس سعيداً على الإطلاق بعلاقة كوبتاجيل بإليكغون. ريشاتو. يرسل أخواته إلى دوزغون ويقول: لا تأخذ كوبتاجيل وتعالوا إلى هذا المنزل. يعود إلى دوزغونز بامتنان لحياته. هناك يظهر للآخرين تأثير كوبتاجيل على عينيه. الجميع مندهش للغاية. يأكل دن كل كرات اللحم النيئة لأن كوبتاجيل هو من صنعها. إسماعيل. أظهر للقابلة الدراجة النارية التي اشتروها. أعجبت المرأة بذلك كثيراً وقالت: ارمي المحفة بعيداً. يحرقون المحفة بالقش الذي سرقوه من رشاد آغا. إسماعيل من بورا يذهب إلى الزعيم ويتوسل إليها: أحضريني مع إليكغون. المرأة تتصل بإلكجون بعذر. إسماعيل من بورا: محادثات الحب مع إليكغون. عندما تكتشف عائلة إسماعيل أن فريد لن تأتي، يتصلون ببنغوسو ويدعوها إلى القرية. يبدأ بنغوسو بالبقاء في منزل إسماعيل. تطلب القابلة من إيرول المساعدة في توصيل دراجتها النارية الجديدة بالكهرباء. تعرض هو وإيرول للصعق بالكهرباء. تصر أخوات رشاد في الحي على ابقى معه.